بعد الإحرام يا شيخ عبد الله للعمرة تقول يقول وضعت العطر على الجسم، وش يلزمني؟ إذا كان قبل التلبية والدخول في النسك فهذا سنة بالنسبة للرجال، سنة أن الإنسان يتطيب لإحرامه قبل أن يدخل في النسك. أما إذا كان قول بعد الإحرام أنه بعد الدخول في النسك فهذا لا يجوز، وإذا فعله مخطئا فلا شيء عليه، إذا فعله مخطئا فلا شيء عليه، لأن الله تعالى يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم.